أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. عباد الله، إن الأجدر بالمسلمين حين تحدث ظاهرة الجفاف أن يراجعوا حسابات رب أن يراجعوا حساباتهم ويتوبوا إلى ربهم ويردوا المظالم التي في أعناقهم للناس. وإن ظاهرة الجفاف لتذكر الإنسان بمدى حاجته إلى ربه وبمدى ضرورة توبته من ذنبه إلى ربه وبمدى ضرورة تقديم يد العون والمساعدة إلى المتضررين من إخوانه. وإن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يؤمن من الجفاف، إذ هو الذي ينزل الماء من السماء ليسكنه في الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: والله أنزل من السماء ماء طهورا، والله أنزل من السماء ماء فأسكنه في الأرض وإنا على ذهاب فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. إن في القرآن الكريم آيات تذكر العباد. اليوم خرجنا لأداء سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي سنة صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه نقتدي في إقامتها اليوم امتثالا للإذن المولوي السامي الذي أمر فيه أمير المؤمنين حفظه الله بإقامة هذه السنة. فخرجنا كما في السنة النبوية الشريفة بعد طلوع الشمس متضرعين إلى الله سبحانه وتعالى، ثم أدينا الصلاة التي هي عبارة عن ركعتين، وبعد الصلاة كانت خطبة تلقى في صلاة الاستسقاء، خلاصتها فيها الحث والدعوة لجمهور المؤمنين الحاضرين إلى الإقبال على الله عز وجل، وإلى الإنابة إليه، وإلى فعل أوامره، وإلى الانتهاء عن نواهيه، وإلى بذل ما لديهم من أموال لمساعدة الفقراء والمحتاجين، ولأداء الحقوق التي في ذممهم للناس، وإلى الكف عن الظلم، لأن الظلم سبب من أسباب القحط وسبب من أسباب الجفاف. ولذلك نحن كلنا ضراع إلى رب العزة سبحانه وتعالى، وفي الخطبة تذكير بآيات كثيرة من القرآن الكريم تذكرنا بهذه النعمة الجليلة التي نستهين بها والتي لا نعرف في الحقيقة قيمتها، وهي نعمة الماء التي يتكون منها كل حي، وبه يتم النبات، وبه يتم الطعام، وبه تتم الطهارة، وبه يتم كل شيء. فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله أن المؤمنين الذين حضروا أنصتوا بعناية لهذه الخطبة كما هي العادة. ونرجو إن شاء الله أن نخرج من أداء هذه السنة ونحن أكثر إقبالا على طاعة الله، ونحن أكثر إقبالا على بيوت الله، ونحن أكثر إقبالا على امتثال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إله هو الحي القيوم وأتوب إليه.